رشا بمجال الفنون رح نبقى، لكن رح نروح للحرف السورية والحرفيين السوريين. قديش يمكن خلال ظروف الحرب والأزمة كانت الحرفة السورية حاضرة، كانوا فعليا عم يقاتلوا ليحافظوا على هي الحرفة السورية اللي هي تعد تراث أساسي من تراثنا. أكيد نور، مثل ما قلتي القطاع الحرفي عانى مثل باقي القطاعات من الصعوبات، من الواقع الخدمي اللي كان موجود ولهلأ موجود، ولكن مثل ما حكينا بإرادتهم قدروا أنهم يحافظوا على هي التراث وهي المهنة الجمالية اللي امتدت عبر التاريخ وليومنا هذا. أكيد نحكي عن واقع الحرفة السورية، قديش فعليا هي جزء مهم من تراثنا، وقديش رغم كل الظروف مستمرة ومع التطور والتكنولوجيا بعدها محافظة على المعالم الأساسية لإلها. رح نحكي عن هذا الموضوع مع شيخ كار الفنون النحاسية والتشكيلية الأستاذ عدنان تنبكجي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا. بداية نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، بداية سنة جديدة حلوة عليكم، أهلا وسهلا. إن شاء الله كل عام. 2022 كانت غنية بالفعاليات والأنشطة والإنجازات الحلوة، خلينا نكون هيك بلمحة سريعة عنا. الحقيقة عملنا كثير معارض، وأهم ما في الموضوع احنا عم بحاضن الدمر المركزية للفنون الحرفية، خرجنا دورات كثير متتالية وكان البنات والصبايا هن العنصر الأكبر فعالية بكل المجالات الحرفية. وهلا إن شاء الله كمان بتكون سنة خير 2023. احنا على طول في عنا تفاؤل، مثل ما تفضلتي حضرتك هلا عم تحكي إنه برغم كل هالظروف الصعبة ورغم إنه الورشات معظمها راحت للحرفيين، إلا إنه صنعوا ورشاتهم بإيدهم لأنه عندهم الأيادي من الحرير وأفكارهم ما زالت موجودة وباستمرار الحمد لله. التطور قائم والأمل على طول قدامنا، إن شاء الله يعني كل حرفي وحرفية كمان بوجه لهم تحية من خلال شاشتكم. تحياتنا لك للكل. أكيد يعني تحياتنا لكل الحرفيين السوريين. خلينا نحكي عن مشاركاتكم الأخيرة، مثل ما قلت الحرفي السوري بيحمل حرفته وممكن يبلش بأي مكان، بعيدا أنه فعليا الإرهاب حاول يدمر جميع معالم الحضارة، بس الحرفة السورية ما زالت محافظة على مكانها. خلينا نحكي عن هي المشاركات وقديش فعليا كان في لكم تواجد كبير، يعني حكينا سابقا بعدة حلقات حتى المشاركات كنتوا يمكن توصلوا لمرحلة تسافروا على حسابكم تدفعوا منكم من مالكم الخاص لحتى تكونوا حاضرين بالمشاركات هي. الحقيقة بالنسبة للمشاركات الدولية بنحكي عليها بنشكر وزارة الاقتصاد لأن عم يدعمونا ولو كان يعني بجزء خلينا نقول ما يقارب 40% من دعمهم على أنه يعطونا المكان بالمعارض الدولية مجانا، والحرفي اللي عم يحاب أنه يطلع ويشارك عم يحط باقي الأعباء على عاتقه الخاص. أنجزنا كثير وأخذنا ميداليات وأخذنا بطاقات مشاركة وأخذنا أوسمة الحمد لله سوريا. شو آخر مشاركاتكم كانت؟ هلا بالنسبة للمشاركات الداخلية اللي احنا عملنا بحضن الدمر المركزية السورية تاريخ وحضارات، عملنا مهرجان للإبداع وأنا أخذت جائزة إبداع فيهم بشطرنج وكرسيين من النحاس والبروكار، هدول كثير أنا فخور فيهم والحمد لله يعني أعطوني كمان طابع قوي على أنه روج هي القطع اللي عم عليها إقبال من برا وجاني اتصالات من برا والحمد لله ماشي الحال، يعني شغلوني وشغلوا ورشتي وفريق عملي على أنه نساوي أكثر. هذا تسويق نوعا ما للشغل. نعم. صحيح. بالمراكز الثقافية عملنا كثير كمان، بمعظم المراكز الثقافية كمان عملنا لشيوخ الكار بثقافة أبو رماني، عملنا بكفر سوسي، عملنا بالعدوي وكان إقبال جيد جدا والناس بشوق كبير على أنه ترجع على تاريخ المجد وتتذكر هاي الحرف اليدوية تاريخ الآباء والأجداد. خلينا نحكي اليوم هيك عن حضرتك شيخ كار بمجال النحاسيات والفنون التشكيلية، وكان هيك لك بصمة خاصة بهذا المجال. مبدئيا خلينا نحكي عن الواقع اليوم، كيف عم يمر الواقع الحرف النحاسية والفنون التشكيلية؟ شو الجديد اليوم؟ شو عم تحاولوا تدخلوا جديد؟ بنعرف دائما بنقول انه انتم قد ما حاولتوا تحدثوا وتدخلوا قصص جديدة ولكن دائما بتحافظوا على الأصالة القطع. طبعا هلا هو التاريخ القديم هذا خطوط حمراء، يعني احنا معنا التعليمات، احنا فينا نعاصر وفينا نحدث وفينا نمشي مع التطور، الا انه التاريخ القديم يعني سواء كانت بالزخارف او بالجو العام تبع الحرفه او التحفه احنا بنضل محافظين عليه، بدنا نمشي احنا مع التطور وساوينا هلا بالنسبه للالوان تطور، بالنسبه لتدخيل الكريستال بما يخص الحرفه تبعي كمان دخلنا الكريستال باشكال غير سابقاتها، يعني
وعليها اقبال كثير. مثل احنا يعني نحن بنشوف الكريستال المتعودين عليه الكلاسيكي التقليدي، نعم. لما نقول دخلنا شيء جديد بكيف الطريقه بتكون مختلفه او طريقه الطرح؟ في عندنا كريستال عم نلبسه مثلا اللون البلاتينيوم، كان عاده انه عم يكون شفاف الكريستال، دخلنا مع التريات كمان واللمبادرات والاباليه نوع من انواع الرخام المرسوم رسم يدوي ومحفور عليه بالنحاس، دخلنا بالنسبه للوحات اللي خطوط كمان نحاسيه، خطوط ما بتتجاوز الواحد ملي او 2 ملي، نحن بنرسم بعدين بنحفر بننزل موضوع النحاس على الدائر وبننزل المينا كمان، هي كلها من التاريخ القديم لكن بمعاصره حديثه منشان نحن نتماشى مع السوق ومع الصبايا والشباب اللي بيحبوا تجي الاشياء. عم يكون في دمج يعني نحن عم نحكي عن دمج، موضوع الدمج حصل وبحاضنة الدمار لحرفتين او ثلاث حرف، وهلا ان شاء الله تطور قائم على انه يصير يعني في تكتيك لسنة 23 الحرف على طول متفائل، ونحن بصراحة هذا الهدف تبعنا انه كمان تسويق لنا لانه احنا اذا ما اشتغلنا ما بنعيش، لذلك في عنا الموضوع التطور بدنا نشتغل عليه وبدنا نتماشى مع حرفتنا ونروج لها بشكل جيد، يعني اذا ما اشتغلنا اكيد احنا بنوقف، ظروف صعبة بس احنا بدنا نتخطاها ان شاء الله دائما نتخطى هدول القصص. خلينا نحكي اليوم عن الحاضنه بشكل عام، الحاضنه الحرفيه، شو الواقع اليوم؟ هلا صعوبات بنعرفها ولكن مثل ما قلت ذكرت حضرتك عم نحاول نتجاوزها، ولكن هيك اذا حبينا طمنا خبرنا عنها اكثر اليوم. هلا حكيتي عن الصعوبات بصراحه، موضوع الكهرباء، موضوع المازوت، المشتقات النفطيه، هذول يعني هذا واقعنا ونحن بدنا نتحمل هذا الامر، ونتمنى كمان انه يجينا دعم اكثر ان شاء الله. بنتمنى يعني نتماشى مع المنشآت الصناعيه بما يخص الكهرباء. انت عبر منبر فيك توجه يعني صوتك لكثير من المتابعين القطاعات ان يعني كان العام والخاص. انا بشكر كل واحد عم يدعم الحرفيين، بوجه التحيه لرئيس الاتحاد الاستاذ ناجي حدوي، الاستاذ لؤي شكر مدير حاضنه الدمار، نحن عم نسعى وبنوصل لهم رساله وهن بيوصلوها للجهات المعنيه، في دعم بس كمان احنا بنطلب اكثر. يعني ليش بنطلب اكثر؟ حتى نعطي اكثر. يعني اولا موضوع التعليم، اليوم اذا ما في كهرباء وما في مستلزمات القاعه اللي احنا بدنا نعلم حتى بالورشات، بتلاقي اذا ما في شيء عملي احنا شو بنفرق عن شيء الاكاديمي اللي برا عم يتعلموا بياخذ نظري، احنا عم ياخذ عملي، العملي هو بصراحه فعال اكثر. وسبق موضوع التعليم العملي كيف عم يكون الواحد عم يتعلم بايده اقوى من انه يتعلم بذهنه، نحن بنعلم التنتين سوا على المسارين نمشي. بعدين نحن عندنا الحرفه هي موضوعها مو حرفه، كثير ناس بياخذوا مفهوم خاطئ عن الحرفه، الحرفه هي عده مهام. هلا انا فريق عملي مثلا نحن عم نشتغل بما يخص تريات، لمبادرات، اباليك ان كانت مودرن او كلاسيك. حتى الزخارف يعني كلها بنتماشى معها، بس احنا الحرفة هي ممكن إذا بدي أعدلك تتجاوز 12 مهنة اللي احنا بنمشي فيهم. بنعتاز أحيانا مصمم، بنعتاز برامج حديثة بالأوتوكاد وكلهم هدول هي ورشات أساسا يعني بتشغل أيادي عاملة، وهي نقطة كثير مهمة لما نحكي عن أهمية دعم هي الحرف، لأنه هي حلقات عم نحكي متواصلة مع بعض. نحن صورنا مع ورشات كثير، فهي كمان بتساهم بالدخل الوطني الاقتصادي وبتساهم بتشغيل اليد العاملة. بس في نقطة كثير مهمة قلتها خلال حديثك أستاذ عدنان، نحن بنعرف الحرف التراثية السورية هي كانت المركز الأساسي لكل السياح، يعني أي سياح كانت بتجي كان في نقطة أساسية لازم يروحوا على هي الورش، كان في استقطاب كثير رهيب، يعني كان في سوق كثير كبير. بنعرف إنه يمكن الوضع والأزمة 10 سنين ما في سياح، فأنتوا يمكن كنتوا متضررين بشكل كتير كبير، فنقطة التسويق لكم لأنه كمان هي مكلفة ماديا، يعني نحن عم نحكي عن شغل يدوي، شغل تقني، أساساً الكلفة رح تكون عالية، كيف عم يكون التسويق؟ يعني حاضنة الدمار قديش عم تساهم بتسويق شغلكم؟ وكثير من القطاعات يمكن لازم تكون هي مشاركة معكم اليوم بتسويقكم. أنا كثير بشكرك على هذا السؤال، لأنه اليوم الحرفة بحاجة تسويق. وزارة الاقتصاد دعمونا بدورة ومجانية وصارت بحاضنة الدمار، استفدنا منها كثير، وأنا حكيت عنها قبل هلا سابقا، دورة دبلوم التصدير الاحترافي. كمان بنطمح إنه يكملوا معروفهم، يعملوا لنا منصة إلكترونية للتسويق. حلو. يعني هي كثير بتساعدنا، يعني احنا الموضوع اليوم الحرفي بصراحة الثقافة تبعه شوي محدودة.
يعني هو عم يتطور مع الالات اليوم الحديثه وبده يشتغل شغل يدوي. بس منصه الكترونيه مهمه، بس بدنا نحن منصه الكترونيه تسويقيا كثير بحاجه لها، انه تكون حتى بسفاراتنا اللي موجوده برا، يعني اذا بتنوضع شاشه صغيره او سيديات بتتوزع لكل الزائرين على السفارات مشان يشوفوا شو هو المنتج، لانه اليوم المعارض كمان بجائحه كورونا خفت. صحيح، مكلفه يعني صار خفت كمان، يعني الحرفي ماله فقير، الحرفي بيصنع المال بايده، لكن احنا حكيتي على موضوع الترويج، اذا ما روج وسوق هي القطعه عليها اقبال، يعني التحفه اليوم عليها اقبال كبير، لكن كيف انا بدي اوصلها بهالظروف الصعبه؟ كيف بدي اوصلها؟ اذا واحد تواصل معي بدنا آلية تواصل يشبك بين الحرفي وشيخ الكار او كل الحرفيين والسوق الخارجي مشان تكون هاي اللي احنا بدنا اياها وبدنا اكثر. نتمنى. طيب خلينا نروحك شوي لبدايه 2023، اليوم في خطه هيك حاطينها انه نحن اليوم بدنا نطور هي الحرفه، بدنا نشتغل على هي الحرفه، خبرنا هيك اليوم الاجنده لوين اتجاهكم اكثر شيء؟ رقم واحد التعليم، يعني كل التوجيهات بتصب على انه نعلم اكثر. بالحاضنة اليوم الظروف ما فينا نخبي، كثير ناس عم يكونوا نحن عم نخسرهم، عم يروحوا ويسافروا برا نتيجه الظروف، انه في مبالغ اكثر عم تندفع لهم من هذا. بس اليوم هن معذورين بالنهايه، يعني كيف؟ معذورين. كيف انا بدي احافظ عليهم؟ وقت نحن بدنا نعطيهم، بدك تدعم هذا، بندعمه بالماده، بندعمه بالمواد الاوليه، بندعمه بالمستلزمات، بندعمه كمان بالوقود وبالكهرباء. خلينا تكون اماكن خاصه بما يخص الورشات شوي يجيها لدعم. هون الحرفي عنده انتماء، اليوم الحرفي بيحكي مع حاله، بيحكي مع القطعه، بيحكي مع العناصر اللي عنده، لو كانت جماد روحانيات، في روحانيات، لانه القطعه هي في روح. الفرق صحيح بين الاله وبين القطعه اللي عم يساويها الحرفي والماكينه، انه في روح هون موجوده، هي الروح ما مستعد انه يضحي الا اذا استنفذت كل شيء قدامه، الخطوات او العناصر المهمه، ساعتها بيفكر انه يسافر. حتى ما يسافر نأمن له نصهم، والحرفي عليه اقبال، يعني بالتحف تبعه ان كان داخليا وحتى خارجيا ما بيوقف الاقبال عليه، وما ما بيصير يكون الحرفي فقير. الحرفي غني بافكاره، غني بايديه، غني بعطائه، لانه ما بيوقف ابدا عن العمل لا هون ومثل ما قلت ولا برا، بس بدنا شويه حاجه دعم وتسليط الضوء اكثر، حتى نحافظ يعني على ما تبقى بدنا نعطيهم شويه. اكيد بنتمنى فعليا يتوجه لكم كامل الدعم، لانه مثل ما قلت هي حرفه، حتى اساس التعليم نحن بنعرف شيوخ الكار بيعلموا هي الحرف لاولادهم، بس قديش مهم الحفاظ. يعني بنعرف في بعض الحرف بعض الاشخاص فقط اللي بعدهم بيشتغلوا فيها، فلما نعمل ورشات تدريبيه هي ارث لازم نورثه لاولادنا ولاجيالنا. فالدعم مو فقط بالورشات التدريبيه مثل ما قلت، بجميع القطاعات ماديا، كان من خلال التشغيل، لانه كله اخيرا بيصب في مصلحه الوطن والاقتصاد الوطني اليوم لاستمرار عجله الاقتصاد. بس خلينا نحكي، كل الناس عم تسمعك هلا وكل القطاعات، لانه احيانا بنشوف ايادي خير كثير اليوم موجوده عم تكون مشاركه داخل البلد وخارج البلد. لكن اللي عم يسمعك شو اللي بتحب توجهه اليوم؟ بتقول انه نحن فعليا بيلزمنا دعم. لما تقول بيلزمنا دعم كلنا بنعرف، بس شو هو الدعم اللي بيلزمنا دعم؟ كلنا بس بدنا نفصل اكثر، ما هو الدعم الاساسي؟ لما اقول انا انه فعليا لو مثل المنصه الالكترونيه حكيتها، هي نقطه كثير مهمه تسويقيه ترويجيه، اي حدا بحول العالم ممكن يقدر يفوت على شغلك. الدعم انا قلت لك، يعني احنا لو بناخذ نص الدعم، احنا بنعرف ظروف البلد صعبه، والبلد ربتنا وعلمتنا وعملتنا قامات حرفيه وشيوخ كار معترف عليها، مو بس بسوريا، برات سوريا كمان احنا عم ينادوا لنا يعني على منتجنا وعلى وجودنا برا. لا احنا ما بدنا ننسب حرفنا للغير، احنا حرفنا هويتنا وهذا تاريخنا اللي تعودنا عليه. مثل ما حكيت الظروف صعبه، بناخذ جزء، يعني في امكانيات، يعني انا مثلا بدي اسوق لشغلي وابعد شغلي لبرا، انه شو التسهيلات اللي ممكن لازم تتقدم لك مثلا؟ في عندنا قبل تسويق العمل، احنا بدنا ندعم العمل، ندعم ورشات العمل، ندعم شويه مخصصات. انا بيطلع لي مخصصات مثلا من الوقود ما عم شوفها، خليني اخذ نصها 25% منها مشان انتج، وقت انا بدي انتج بعدين بيطلع معي المونتاج، بتطلع معي عده حرف، بتطلع معي عده لوحات، بتطلع معي عده تتريات، لمباديرات، اباليك، اشياء فنيه بتكلفه اقل، بتصير حتى طبعا بتكلفه اقل وباسرع. وبشجع على موضوع التعليم. هلا احنا فتك انا بموضوع انه احنا حتى ذوي الاحتياجات الخاصه بلمه امل عندنا فريق عم يكبر،
عم يكبر وانا لاحظت انه عندهم قدرات يعني جيده جدا. هم دائما بتميزوا بشيء خاص فيهم والله عندهم بس قدرات بس بدهم كمان دعم. انا عم شوفهم يعني خلينا نقول 20% من اللي عم يتعلموا عندهم قدرات نحن بحاجتها، وممكن هدول الناس تصوري بيجوا دموعهم بتنزل انه هو انتج، ما في مين يسمع لهم، ما في مين يشوف منتجهم. يعني وقت عم يطلع منتج وبايده قديش تصنع السعاده فيه وبيتشوق انه ما عاد يتعب، بيشتغل من قلبه، يمكن بيشتغل من اكثر عم يعطي من حدا عادي وعم يشوف قدام عينه وعم يشتغل بايده. بوجه التحيه لذوي القدرات العاليه بفريق لمه امل وكل الموجودين بسوريا، انه نحن كمان بحاجتهم، عندهم قدرات نحن فينا نستغلها ونشجع عليها وننميها ان شاء الله. موضوع دعم الورشات، موضوع دعم التسويق في منصه الكترونيه عن طريق وزاره الاقتصاد، وبصراحه الاستاذ محمد ما قصر انه يعطينا لحنا مكان، لكن بدنا بكل الوزارات خاصة بوزارة السياحة، بوزارة الاقتصاد، بوزارة الثقافة، أي وزارة أنتوا ما شاء الله ما بتقصروا، عملوا برامج خاصة شوية أكيد ما عم تقصروا كمان لأنه أنتوا شاشتكم مطلوبة برا وكثير متابعينها. أنا يا ريت تعملوا برامج خاصة مو لأشخاص، للمنتج الحرفي وكيف بتم تصنيعه. على كل يعني نحن دائما بنحاول ضمن صباحاتنا انه تكون الاضاءه عليكم موجوده، وبالنهايه مثل ما قلت وقت اللي بيكون في تسهيلات لحضرتكم هذا الشيء حيدعم الاقتصاد، وبالتالي حي يعني عجله الاقتصاد كلها حتكون يعني اسرع. بنتمنى لكم كل الدعم اكيد. اكيد بنتشكرك على وجودك، منا الدعم الكامل لجميع الحرفيين السوريين، لازم يكون في يد هيك تمتد لكم بالعون ويكون في حضن اكبر لفعليا استمرار الحرفه السوريه. شكرا كثير لك. يعطيكم العافيه، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير ان شاء الله تضلوا بخير. اهلا وسهلا بحضرتك.